السلام عليكم ورحمة الله. هنا يا شباب، حياكم الله في سلسلة آرك بالي والحلقة 11. معك مستورمي. تذكرون يا شباب الداينو اللي هجم علي في أول حلقة؟ أكيد تذكرونه، الداينو اللي كان يخفي نفسه ولما قربت منه بالخيل هاجمني. هذاك الداينو من الحلقة الأولى وأنا حاطة براسي كذا ودي الروضة. فاليوم من أول أهدافنا بهذه الحلقة أن ندور ذاك الداينو والروضة. طيب، على طاري الترويض، خلونا ناخذ جولة على الديناصورات روضناها في هذه السلسلة. أول شيء عندنا الميوينج، بعدين الريبر، بعدين الحلقة الماضية روضنا الفيل العملاق ذا، بعدين الآكرو هذا اللي سميناه الداين الراقص، بعدين تذكرون الباري يوم الروضة في المستنقعات، وأيضا اسميلدن أبو ذي المقصوص، وعندنا يا شباب الأسد إذا تذكرونه، وأيضا الثائلة، وعندنا الروك دريك، الأرجيجا، عندنا الكاركا، الميجيثيريوم، وابو مخالب، وريكس الايبو اللي يشيل الديناصورات في فمه، تذكرون يوم الروضة. ايضا لا ننسى الثور الكبير هذا العملاق، والدجاجة العملاقة، والخيل اكيد، والثور العادي. الحقيقة قطعنا مسافة طويلة وشوط كبير بالترويض. اليوم قبل نبدأ نروح نروض ذاك الديناصور يا شباب، أول شيء أحتاج جلايدر جديد. الجلايدر يا شباب اللي نبي نجيبه، نبي نجيب مناقامر. نعم مناقامر، نبي نروض مناقامر الحلقة ذي. ومثل ما تشوفون جلست أبحث، ما في إلا اثنين مرسبنات. طبعا تعرفون المناقامر من النوع الديناصورات اللي يتسبب كذا أنه يذبح نفسه بأسرع وقت. فبإذن الله بروح الحين أنا وياكم نبي نروض المناقامر قبل لا يموت، لأن ما عندنا لحبتين فقط بالخريطة. فأتمنى أن نجيب هذا المناقامر الليفل العالي قبل ما يتسبب يعني أنه يموت ولا يجي شيء. خلونا يا شباب بسرعة كذا نروح نجيبه. طبعا على الحين قدامنا القلعة، وعلى طاري القلعة يا شباب، المكان اللي انا باني فيه البيس ذا مشكلته انه كثير داينوز يهجموني عند البيس، وانا قاعد اشتغل زوج الديناصورات وكذا، من ضمنها الباسلسك والديناصورات هذه. ومن انا اذا خليت الديناصورات باسف مشكله، يعني خطر شيء يموت، واذا خليتهم يعني يدافعون عن انفسهم خربت صفة ترتيب الديناصورات وأبتلش من جديد أنا أقدر أرتبهم. فأنا الحقيقة قررت أني أغير مكان البيس، المكان أكثر أمان. فيعني جاب بالي ثلاث أماكن الحقيقة رفيعة مرة، وأحس أنها يعني فيها أمان عالي. أبنروح نشوفها إن شاء الله إذا روضنا هذا المناقامر بإذن الله. شوفوا المناقامر، انا قايل لكم دائما تسبب ذبحة نفسه، يعني يذبح نفسه ما ادري ليش كذا دائم، وهذا طبعه. وش نسوي؟ اهم شيء اننا نشبك الداينو اللي هو مسوي اجرو عليه، حلو، علشان ما يقتل المناقامر. طبعا المناقامر تشوفونه وينه؟ طقه فوق اخس، تروح لا يصير يهاجم، اهم شيء لا يهاجم ذيابه ولا شيء قوي، بعدين يتسبب بمقتل نفسه، يروح علينا الليفل العالي. شوفوا يهاجم يهاجم هذا الداينو، عاد ما لقى له هذا الداينو، هذا اكثر داينو غثيث واجريسيف. اوكي تعال تعال تعال، طبعا عشان ما ننسى خلونا نهاجم ذا لا يقدر يصحى نبتلش فيه. اوكي اوكي هذا خل نقتله. مات، حلو. طيب وين راح الغثيث؟ نزل تحت، انا بجلس اطارد فيه كذا. اوكي تعال، ترى والله ما ودي استخدم العنف. اوكي فعل وضع الباراشوت، راقبا بعيد البعيد. ايوه طب 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 بسرعة. اوكي اوه نسيت ابدل، والله انا جبت العيد، معليش الحماس الزايد مشكلة، الحماس الزايد من جد مشكلة. أنا حسب معي الشبكة بيدي. أوكي نشوف كم صحة ذا الحقير. أوكي خلاص تخدر.
كويس. طيب الحين بس اذا ناويني، يلا والله ناويني. لا 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 لا, لا, لا. حقير يا حقير، لا تذبحه. حلو. اوكي، كم فعالية الترويض؟ اذا هي نزلت ابطر اني اخليه يصحي وخدره من جديد. اوكي الحين، طيب انا ما حطيت الفود عشان كذا ما ادري، خلونا نجوعه وشي. تعال. اوكي نعطي الحين الكبل. اعتقد ترويضه سليم، ترويضه سليم، لكن ليش سحب علي؟ سلامات. وقف وقف الله يصلحك. طيب تعالي انتي. الراح. هلي بقدر اطارد فيك انا. تعال تعال. اكثر داينو متعب، متعب بالترويض ومتعب انك تطارده يا اخي، ما ادري شو احس فيه الداينو. وقف 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 وقف. ايش فيه يا ليل الداينو ذا؟ اوكي اتمنى انه يسمع الكلام الحين عشان ما اثور فيه. اوكي كان بنتظرك. انا اعتقد انه يستعرض كذا قدامي. نعطيه نعطيه جوه، نعطيه جوه. اوكي انا اوريك، انا اوريك. لا حقير حقير. اعتقد انه هو وندرينج، ما ادري ايش السبب اللي صار خلاه يصير وندرينج. طبعا يستهبل. اوكي اوكي ابغى اغير اسمه، ابغى اسميه العله. وين راح؟ حلو حلو حلو. يا ليل النشبه. اخيرا اخيرا. كان مقلتش، اعتقد انه كان مقلتش. اوكي ممتاز، هذه بياناته يا شباب. 18000 صحة، 790 دمج. اوكي اول شيء راح نعطيه استامنا. طبعا المانا، المانا جامر يحتاج الكثير من الاستامنا. خلونا نلفل شوي على ابو خفيف. اوكي نجلد ذا. كم صحته ذا؟ اوه 16000. اوكي اوكي الحين نعطيه كثير استامنا عشان ما يبثرنا كل شوي واقف. الباقي خلها بالدمج. اوكي يلا شباب نبي نروح نشوف ذا ايش وضعه. او لا لا دقيق دقيق، قبل نروض هذا الداينو خلوني اوريكم الاماكن اللي احس انها تصلح مكان للبيس. طبعا اول مكان اكيد اللي هو قريب من هنا، هذه القلعة يا شباب. اكيد القلعة حلوة الصراحة، بس ما ادري انتم تأيدوني اني اجي لمها او لا. هذه صراحة يعني مكان جميل. شوفون هذه القلعة، مكان جميل الصراحة، واحس انه يعني امان. لو ببني البيس بهذا المكان امان، الداينوز يعني ما تخرب صفاتها ولا يخرب شيء، ووضعها يكون 100%. حلو. هذا اول مكان.
خل نجلد هذا، نلفل عليه. اوه صحة عالية مرة ذا. اوكي اعتقد انه ما راح يطول، راح ينجلد. انجلد. اوكي لفل بعد دمج، خلاص يصير وحش. اوكي طبعا المانا، انا ما ادري تعرفون الحركة ذي ولا لا، انزل كذا عطى بوكس اركب على طول تمتلي حقت الاستامنا. اما اذا صرت راكب كذا تنتظره يفل الاستامنا يبطي معاك. اوكي الحين نبي نروح شباب، نبي نروح لا اله الا الله ل وش اسمه ذاك النهر اللي وراء البركان، اذا تذكرون النهر اللي وراء البركان هنروح لما فيه وراء هذا النهر في مكان بيس ثاني راح اوريكم اياه. يلا شباب هذا المكان الثاني شباب لو تشوفونه، انا حطيت طبعا في منصة انتقال علشان اذا قررت اجي لما فانا اجي لما. هذا اللي هو اللي تشوفونه المنصة، صراحة هذه مكانها تشوفونها، ميزتها انها مطلة على خريطة وامان يعني 100%، بس ما ادري احس المكان صغير. انا محتار الصراحة بين هذا المكان والمكان الثاني، خل اوريكم المكان الثالث يا شباب ايضا حطيت فيه منصة. دقيقة خل نشوفه. وهذا المكان وينه؟ اعتقد هذا هو. لا مو هذا هو، اي هذا هو. اوكي نروح لما شباب. اوكي هذا المكان، المكان هذا واحدة من الجزر العائمة اللي مرتفعة نفس ذيك اللي هناك بعيدة، بس هذه وش اللي رسمن فيها؟ يرسمن فيها مليانة تنانين تروبيكال او تنانين الماء. حلو صراحة المكان ذا جميل عند البحيرة، فأنا احترت بين الثلاث أماكن هذه، ما أدري حقيقة أي مكان أبني فيه. يعني لاحظت أنه هذه ثلاث أجمل ثلاث أماكن موجودة في الماب. أوكي خل نروح لصديقنا ذا اللي شفت أنا رسبونه، أعتقد أنه موجود قريب للنار الداينو الخفي. خلونا نروح نتفاهم مع الروضة نشوف شو وضعه. اوكي وين النهر؟ النهر ايه هناك، وانا بالطريق للنهر شباب شفت الريكس حق الباليو، مو الايبو لا حق المود العادي. شوفونا هذا صراحة شكله جميل، هذا ترى ما روضنا ما عندنا مثله، لكن شكله جميل الصراحة بطل. اوكي وايضا وانا ادور الداينو اللي احنا نبيه حصلت هذا وينه؟ في واحد تو هنا، ايه هذا هو تشوفونه ليفل 20، هذا ليفله قليل 20، احنا نبي ليفل عالي، نروح ندور ليفل عالي ان شاء الله نلقى. اوكي انا في واحد شايفه هنا، شايفه بالمكان هذا ان شاء الله نحصله. هذا ايضا نحتاج الروضه يا شباب اللي هو حق المود الباراسور، ترى ما روضناه الى الان. ان شاء الله باذن الله بحل المود تحليل بنروض اي داينو تبع المود نبي نروضه باذن الله. اوكي ما في استامنا. اوكي ندور مكان عالي نجيب فيه استامنا. اوكي خل نزبن كذا، ننزل نعطيه كم بوكس للحقير يجدد استام. بسرعة 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 بسرعة. اوكي فلل كويس. اوكي الداينو انا شايفه هنا، وين راح؟ طبعا يخفي نفسه. اوكي هذا شو؟ يلا خلنا نخلص من هذا. يا لعب فيهم لعب المانا.
اوكي هذه ما بقى لها شيء تموت. ابعد ابعد. اوكي اوكي الصراحة زبن. انا تو شفت واحد، خلوني ابحث عنه دقيقة. وين راح؟ حتى انا ما اعرف اسمه بالضبط. اعتقد هذا بداية اسمه، اعتقد اي هذا هو. امه في ليفل 600، حلو كويس. دقيقة دقيقة شباب، بتفاهم بتفاهم بتفاهم. الارج لعب فيهم لعب. اوكي يلا نروح ندوره. وينه؟ اي هذا هو هذا هو. شوف اقول لكم الخسيس زابن ما يشاف. مخفي نفسه. انا قبل شوي مريت من عنده شفته اختفى، ما ادري وين راح. تذكرونه انتم ايش سوى فيني بالحلقه الاولى؟ شوفوا شوفوا ما يبان، والله مو واضح. شوفوا هذا هو. اوكي لا تقول لي المانا يخاف منه. اوكي المانا يخاف مشكله. طيب نقدر نشبكه. اوكي خلينا نشوف الارجي مو وقتها. لا انشبك الارجي لا. اوكي غادي نقدر اشبكه. اوكي انشبك حلو حلو. شوف اكثر داينو نكبه بالحياه هذا المناقامر، لازم تخليه باسف ولا يروح اخليك على طول ولا كانك موجود. وين راح الحقير من جد؟ وين راح؟ كان روض الداينو ذا. وين راحت الاسهم؟ اوه تخدير الصراحه عالي مره، 40,000. وعين شكك كل نقاطه بالتخدير يعني ضعيف ذا. اوكي ما عليه. حلو حلو ممتاز. طيب تشوفون تروض بكبل، خلونا نعطيه ماد تجويع قبل يهاجمنا شيء ونعطيه الكبل. يلا بسم الله. حلو تروض. طيب صدقون ذا ما ادري وين راح الحقير. ايه ناظر وسط المويه. تعال يا شيخ وقتك، والله مو وقتك النكبه. اوكي لاحقني ذا ابو الشباب. انا كنت انتظر الشبكه اللي عليه، الشبكه تنفك. نركب عليه السدل نشوف شو وضعه. طبعا جايب سدل ما احتياط. حلو ممتاز. خلونا نشوف ما يزياه. والله زين دمجه. انا ما يعني حاقره قوه، ترى ما اتوقع انا دمجه قوي، اتوقع انا يعني قوته بتخفي. اوكي الحين صحة 14,000، راح نرفعها نخليها 20,000 ونزود الدمج. خلنا نزود الدمج، نحاول نلفله هنا. طيب خلنا نشوف كليك يمين وش تسوي. حلو كليك يمين هي اللي تصرخ. خلنا نشوف السي. السي تخفي. حلو ممتاز. كليك يسار العضة العادية. اوكي اعتقد اني ارتكبت غلطة اني هاجمت البرونتو، لكن يلا نشوف. ياهو بطيء صراحة، ضعيف ضعيف مرة. اسمع لي يعني بعطيه فرصة، شوف الفله اول. خلنا نعطيه الالفال هذا اللي جيت انا اعطيها اياه دمج نشوف. اتمنى انه ما يكون مقلب، ما يكون ضعيف مره. الله يستر.
نجربه ضد التانك هذا ستيجو. تعال حتى بطيء كويس. جيب 400 ضد ستيجو. ما اعرف ان ستيجو تانك يعني. يا مسكة ستيجو ذي الحقيقة الا. اوكي خلينا نشوف ضد البرسار. اوكي وصل 800. حلو. بعد نزوده دمج كويس. طيب خلينا نشوف الحين التخويف من اللي يقدر يخوف. خوف الديناصورات الصغيرة الكبيرة ايش الوضع. اوكي هذا خاف ولا والله اعتقد ان ناوينا ما خاف. طيب دقيقة الحين الديناصور اللي مخوف نفس الدمج اللي ما خوف. لان اشوف الدمج وصل 1000 يوم ذبحنا ترايك. خل اروح اشوف اجرب داينو من الضعيفات. اوكي هذا الرابتر. ايه الرابتر يزبن. شلون يزبن؟ كم لفله ذا؟ اوه 300. طيب اعتقد ابى اجربه قدام مخالب. اذا مات سلامات. مخالب جانا ويني المفروض انه يخوف اعتقد صح. اوكي كان بدا يزبن. الا فعلا يخوف. زين يخوف مخالب كويس. اوكي بس والله ما طول. ما مو مثل اليوتي. شوف ديور علي بمخالب ناويني. تعال بروح للمانا. طيب نقدر نرمي احنا على ظهره. نشوف. ما نقدر نرمي الصراحة. مزاياه غبي جدا يعني. هذا من أسوأ الديناصورات اللي روضتها حقيقي في المود. يعني ايش فايدتها يعني؟ ضعيف بالعض. اعتقد فايدتها الاسطورية كذا انه يتخفى فقط. التخفي هذه. لكن هذه التخفي موجودة اعتقد بالمناقامر. مناقامر يعني افضل منه. ما في زود. اوكي نشيله. يلا يا شباب نوجه للي بعده. طبعا شباب ربما تسألون ليش انا جاي هنا. انا جاي هنا عشان السبب اللي روضت عشانه المناقامر. جاي اسرق بيضة تنين. تذكرون الخندق اللي ورتكم اياه الحلقة الماضية؟ جاي اسرق بيضة تنين. الصراحة الخندق هذا صعب مرة. صاير زي الكهف وله مدخل واحد ومخرج واحد. تشوفون التنانين. اوه الليفل 720. طبعا التنانين يا شباب مثل الريبرات ومثل الروك دريك. يصل ليفلها عندي بالسيرفر 720. يعني تخيل يجيك ضربة من لايتنينج 720. الله يستر. اوكي بسم الله تمنوا لي الحظ يا شباب. اوكي هذا جامده. لا 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 واو قوي صراحة. اوكي زبن على داعي نواجه. اوكي جاء واحد ثاني. حلو بسرعة. اوه بغيت اروح. اوكي بسرعة شوف المزبل. بسرعة طلعنا رحم والديك. نجاوت بعجوبة. نجاوت بعجوبة الحقيقة. اوكي الصراحة يعني خطرات التنانين. خطرات مرة. ترى شوف البالن. دقيقة شوف اللي كان وراي وين راح. هذا كم ليفل ذا؟ هذا بويزن 200 وهذا اللي فوق 450 لايتنينج. يا ساتر. طيب البيضة اللي سرقتها كم؟ ترى شلتها كذا على السرعة ما ادري كم ليفلها. اوووو الليفل 720 اعلى ليفل. كفو والله. اوكي خلاص هذه تكفي يا شباب. ما راح اروح اجيب غيرها. ما له داعي المجازفة. نخسر المناقامر. شوف ضربة واحدة بس كيف قلت صحة المانا. اوكي يلا بس على البيس تكفي. بيضة واحدة تكفي. اوكي شباب نشوفكم بالبيس. يلا اوكي الحمد لله رجعت للبيس. ربك الحمد بأمان بدون ما حصل اي خسائر.
الحقيقة اني متوقع اني اروح لذاك الكهف، لكن الحمد لله انا جوت بأعجوبه اللي هو كهف التنانين، لان كهف مثل ما تشوفون مسكر الحقيقة وصعب، يعني خلينا مرة صعب. اوكي الحين نشيك على اللي روضنا، اللي هو الداينو، عندنا المناقامر، وعندنا هذا الداينو. الحقيقة ما راح اجامل الداينو هذا الحقيقي، يعني اعتقد انه ميزته الوحيد انه يختفي، ف يعني كنت اتوقع انه قوي مره ولا يسبب بليدنج ولا، ففعلا ما عجبني الحقيقي. ميزته الوحيده انه يختفي، ويمكن راح نستفيد منه بكهوف ولا اشياء، يعني نستفيد من ميزه الاختفاء اللي موجوده فيه. اوكي، وهذا المناقامر الصراحة ما قصر. طيب الحين خلونا نحط البيضة، بيضة لا اله الا الله التنين اللي اخذناها صراحة. صراحة بيانات بطلة جدا، باذن الله بشتغل عليه ذا، بطبعه، بخليه يصير وحش. اوكي شباب تكفون لا تنسون الثلاث اماكن اللي وريتكم، اعطوني اقتراحاتكم بالكومنت. عندنا القلعة، ولا المكان المطل اللي فوق اكستنشن، ولا الجزيرة العائمة. اوكي لحد هنا يا شباب راح انهي الحلقة، اعطيكم العافية شباب، اراكم باذن الله في الحلقة القادمة. كان معاكم ستورمي، تكفون لا تنسونا من الدعم، شير، لايك، سبسكرايب، اعطيكم العافية شباب. لا انتوا اللي وصلتوا الحين لحد نهاية المقطع، اراكم باذن الله المقطع القادم في امان الله.